هناك إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. السلام عليكم ورحمة وبركاته. لجوان فيما يخص احنا شيزما نعمل كدعاة الى دين الله، نكون ملتزمين بالامر المعروف ونهى المنكر، المعروف ما حكم الله له بالكون معروف لدى طبيعة الانسان الذي لم يحترف بالانحراف. قد يبقى المعروف يعني تعرف النفس البشرية على فطرتها انه خير وانه يجلب خير اخر، هذا هو المعروف. والمنكر هو عكس ذلك، تنكر النفس الطيبة النفس السليمة السوية والمشاعر. على كل حال بالنسبة لأخونا قال انسان منا يعمل في حالة وفي نزل ومنا يوزع في الكمر. قال النبي عليه الصلاة والسلام يكون منا احنا فما وزر كبير ان نحمل الكمر او نتاجر او نأكل ثمنها او نعصيرها وهل مجر على نعرفه هلا. لكن هذا يعمل به في اطار امة اسلامية. احنا قلنا كم مرة قلنا امتنا اسلامية بين ظفرين ليست اسلامية، حيث اللي لابس النقاب والحقيقة هي من شؤون اسلامية باش تلبس النقاب. النقاب تلي يكون في امة اسلامية معناش خطر النقاب، لانه العفو على ان مسلمات مؤمنات، حيث ما يجيش تكون فما اجرام يغطي واحد وجه وبعد يعمل اللي حب، على الامن بتاع الامة يفسد. والامن شيء من عقيدتنا في الله والتزامنا بحدود الله، هذا هي الامن يجي وقت اللي يتم بناء الامة الاسلامية. حيث المرأة اللي تخيط اللي قصير، والمرأة اللي تزركش في الحجامة في التلبيك والخرق وكذا كذا، على ما نقول لا شرك تعمل الحرام، قل انت الان تعمل بالمنكر، لكن اسعي بنوع من التقوى بالنوع من العلم بالنوع من التحبب عند الله، اسعي ان تقلي من تقصير الثياب وان تقلي من تزيين النساء حتى ما يزيدش فتنه يزيد فتنتهم على الرجال، لعل تدمرنا بالزنا واللواط. فقولوا كل من هو عنده يد اللي بيع العطور، قولوا يا اخويا تفقف شوف العطر اللي ما يهيش الغرايز، بلا اقل ما يمكن تهيش الغرايز. انت ما نجمش كل عازم يقول لك انت عطيته للزوجه ولا للزوج ولا عطيته للانسان قاعد يستطف النساء ولا مرات تستطف الرجال، على ما يقولكش هذا يفوتك، لكن ما فيها باس باش تمشي تفكر نفسك وتشوف في عالم العطور شيء اسرار تركيباتها، اسرار كيميائيه، اسرار اقتصاديه، اسرار فتن، اسرار يعطيه الانسان يوسع في دائره الفحشاء. انت ودي مسؤوله امام الله ان تتعلم وتدخل على اسرار هذا الميدان باش تقلل من خطائك في عقل الامه. الامه هذه لابد ان ترجع لربها، والبناء يطلب ثقافه ويطلب وعي ويطلب التزام بمرات ربي، وهو لما جاء يطلب الانسان يجاهد نفسه ويجاهد محيطه بالتي احسن حتى تتحسن ظروف الامه رويدا رويدا. وقت يولي امركم انتم ما عادش تخدموا الخدمه هذيك باش تخدموا خدمه اخرى، حكم الامه تبدلت ما عادش عندها طلبات في الفتن تاع الزوجة ولا الماء ولا الغانية ولا أي شيء، ما عادش عن هذا، حيث أنت مش تولي تقع الحجامة حلاقة بطريقة إسلامية، وأنت اللي قاعد تجيب من أزياء وموضة وباراديغم معين في اللباس، أنت مش تتبدل لأن وليت أنت منسوب إلى أمة مستقيمة، عندها آدابها في اللباس كما آدابها في الكلام كما آدابها في المكوث في أماكن وعدم المكوث في أماكن أخرى. حيث احنا الحين تتبدل ظروفنا تولي ما لا علاقتنا بالناس هذوما، نلقاو ما عادش هما كما كانوا، ما عادش يسقي الخمر، ولا ربي قوله في ايمانه فقرر شكر من الله سبحانه وتعالى ان يحسن حاله فاعطاه ما لا شغلا اخر يتقي به ما لا شروط، مفهوم ولا لا؟ هكا نقولوا له نبعده بالوعي كون الدين يسر وياتي خطوه خطوه. يقول النبي عليه الصلاه والسلام هذا الدين عميق فاول فيه برفق، اذا كان مش تتقوى عليه يغلبك الدين، حيث الدين ما يخرجوا هكا بالقمع ولا دمعه واحده، يؤخذ رويدا رويدا. هو شرع ربي وتعرف ودين ربي ما تعرف الا 23 سنه تعرف، وربنا ورانا الطريق اللي كي خلق السموات والارض خلق في ايام سته، اسمعنا مش هو الكل يتخلق كل شيء بكل امر بين الكاف والنون، لكن حب يعطينا درس اللي كل شيء له تطور
وكل شيء ياخذ مهله من الزمان وياخذ حيز من المكان، لابد ان نحترم هذا لانه من قوانين الله. والسلام عليكم.